that the body calls, and we had to remember sort of the air, the other body, the other one, the other one, the other one, so, hopefully. دايرك انت متسمه شويه وتتكلمي يعني عشان باين الجديه في وبدات برضه الاقي شويه شويه الواقع العملي قدام عيادة التحكيم ودلوقتي قدام القضاء يعتبر كمان ان هو ما فيش وقت للكلام الانشائي خالص ولا المدح ولا الكلام دوت ما فيش قضاي لهم وقت للكلام ده دلوقتي خالص يعني وكنت مركزه جدا في اللي انت عارفاه وكان بالنسبه لي حاجه غريبه لا احنا لسه دي حاجه مستغربها ما كنتش مستعد لها يعني فانت متوقعه دايما ان انت في حاجه في عندك مرونه شويه في ان انت تتوقع الاسئله في وسط الكلام وانت قاعده بتغيري الموضوع يعني او اسال سؤال تكملي انت برضه في طريقك في اللي انت جايه تقوليه يعني تمام بس غير كده انت طيب كويس وثقه بنفسك كويسه وانت عارفه تتكلمي والتواصل بتاعك معايا كله كويس بالنسبه للاستاذ محمد حمدي انت ما شاء الله برضه مصطفى حمدي القاء كان كويس برضه وطرحت الموضوع كان قانونيه بطريقه كويسه بس برضه في موضوع الاسئله دوت انت كنت متضايق منها شويه يعني مستغربها شويه يعني اللي احنا بتقاطعك انت مستوى يعني ما فيش مرونه في تقبل ان في اسئله تتقال يعني وبس بالنسبه بقى للاستاذ محمد ده كويس جدا ان شاء الله القانون بتاعك استمتعت فيه كويس بس عندك المشكله الوحيده اللي مصطفى فيها اثارها اللي هي بتاعت كده مش نقطتين يعني هو الفصل والابطال انت تنططت فيهم يعني هي دي حاجه ودي حاجه وبالنسبه طبعا للنقطه بتاعت اللون الاخضر دوت مخالفه انتوا عملتوا اللون الاخضر فاتك فعلا ولا هو مخالفه جوهريه ولا مخالفه مش جوهريه وهي مخالفه تحكي لي تتكلم ان هي جوهريه ومش جوهريه او ان انت تكون ناحيه اصلا عملها اخضر فاتك دي حاجه بتتكلم في الواقع يعني ده لا ده واقع وعلى اثبات عكسه يعني اللي عايز يثبت عكسه يثبت او انت تثبت ان هو صح وفقا للتقرير او ايا كان يا اما تقول اه لا دي مخالفه احنا فعلا عملناها اكتر كامل بس هي دي مخالفه مش جوهريه انا عندك يا الطريق دوت او الطريق دوت انت كلامك مع بعض الاثنين بيتعاملوا مع بعض بيقلل شويه حجه الموضوع بالنسبه لاستاذ طه شعرات كويسه بالنسبه لاستاذ ايه انت برضه اتفاجئت من الاسئله بس انت كنت كويس كنت ماشي كويس جدا يعني وعجبني فيكم انتوا الاثنين برضه ان انتوا ما تطرقتوش يعني اتكلمتوا في الموضوع على طول بعكس الاساتذه انتوا اديتوا مقدمه وبتاع هم اتكلموا في الواقع على طول بصوره مفشله ده ساعدكم ان انتوا توظفوا وقتكم احسن انتوا خلصتوا قبل الوقت في حين انتوا كنتوا ملزمين في الوقت واضطرينا نقول لكم انتوا ايه خلصوا عشان قدامكم دقيقه وقدامكم دقيقه فاتزنقتوا فما تخرجوش هم عملوا العكس هم ابتدوا اول ما ابتدوا في وقتهم استخدموه ووظفوه صح جدا وده قد ان هم خلصوا قبل الوقت ومستريحين وما عندهمش اي مشكله في الوقت بتاعهم. انت بس اتخضيت لما تسالتي عادي دي اول مره عارفين طبعا ان دي اول مره في الوقت ديت وعادي جدا ما فيهاش اي مشكله يعني بس دي متوقعه يعني انت اللي انت اتخضيت عشان انت متوقعه ان انت تسالي او حاجه مش عامله حسابها يعني عامله حساب ان انت تقولي انا جاي اقول كذا 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 ما كنتش عامله حساب ان انت في النص حد هيقطعك. طب انت بقى يا ريس يا عم احنا بس ما نمشي امبارح. ولا انا ايه سؤالك وعرفت ازاي التركيز حصل بس انت كويسه ان شاء الله بس دي عامله حسابك طبعا ان انت اي مقاطعه تخش في النص وخلي ذهنك حاضر ان انت تتكبريها وترد عليها في نفس الوقت. سؤالي انت استاذه ايه كان محتاج ان انت يعني تاخدي الامور اسهل شويه من كده ازاي؟ احنا كان بشكل جدا عشان بس يعني نفك حته شد الاعصاب لو حضرتك يعني حابه المجال يبقى لازم تاخديه انت كل ما هتفكري اكتر في القضيه كانت مثلا قضية أو مشكلة وأنت بتطرحها تفكري فيها كتير بتعملي فيها كتير مع حواليك أكتر ما تخليش نفسك إنك أنت داخل الأول زي نظام الامتحان وانتهى الموضوع عليك لما القضية هتتخمر في
يحصل دوره الكتروني دي المشكله. حضرتك المالك بقى بالموضوع من اول اخره يمكن كان يبقى اوضح بكتير، بس بسبب حاله الارتباك اللي خليتك مش قادر تلاقي امكانياتك في الموضوع. فتاني الموضوع ممكن يكون اهدى بكتير من كده، بحيث ان حضرتك تبقي سهله انك تقدري تردي على اسئله مختلفه وما تبقيش واخدين اتجاه واحد، لان ده تعليق الحقيقه للبنان في الفتره الاولى والفتره بتاعتكم ان المفهوم بتاع هيئه التحكيم تحديدا مختلف كتير عن القدر، ويمكن حتى المفهوم بتاع القدر بتاع زمان اختلف كتير عن دلوقتي. يعني الرفعات اللي انتم بتشوفوها في الافلام اللي الناس بتطلع بتاع حضرتك جاي مشكوره بالروح، هو ده مش مجال. فالرفعات الانشائيه دي ما لهاش وجود في الواقع العملي. الكلام ده غير صحيح، احنا بتخش في الموضوع بنتكلم فيه كان فيه بسلاسه، مش لازم الشروط الجمهوري الكلام ده، ده هو انت تبقى قاعد واقف قدام سواء في القضاء او سواء في التحكيم. ويمكن يعني اللي هيتكلموا عن التحكيم هو يعني اعلم مني محمد ابراهيم، هتعمل الموضوع اسهل بكثير. طيب باختصار استاذ محمد غريب، حضرتك كنت متميز برضه ما شاء الله عليك، بس يعني برضه نقطه الارتباك ويمكن دي في الاول. النقطة برضه اللي اتكلمنا فيها اللي هي الفسخ والبطلان، دي مشكلة ظاهرة عند طلبة الحقوق كلهم، مش يعني مش عند حضرتك واحدة، فما تقلقش، بس يعني دايما بحاول أدور على حد يكون عارف الفرق. فبرضه كنت أعرف القانون شوية كده عشان الحتة دي بتعمل مشاكل كتير. لا نسلم واحدة واحدة. أتمنى. معلش معلش. يعني مش هتكلم فيها خلاص بقى، لأن الأساتذة موجودين فعشان ما نعملش مشاكل. انما يعني الجانب القانوني راجع فيه. النقطه الاخيره بالنسبه لحضرتك، كانت معاكي ثلاث دقائق او اربع دقائق زياده. حضرتك اكتفيت بخطا كبير الحقيقه. يعني هو الناحيه دي لما اتزنق في وقت انت ما اتزنقتش في وقت، وكان ممكن انك انت تستغله في طرح فروع كثيره تانيه. في فروع مليانه في الموضوع. يعني لو قعدت تطلع وكان ممكن تتاكل فيها انك تقدم مسائل وتقدم مستندات الى اخره. ده ما تمش. وبرضه كنت مركز على النقطتين، لو النقطتين دول غلطوا ضاعت منك قضيه. فاستغلالك الوقت يمكن انت انجزت في الاول، ولكن ضيعت وقت كان ممكن تستغله في حاجه ثانيه، كان توفرت وقت على ايه طيب؟ يعني المجهود اللي انت خسرت في الاول وكان انت عندك ثلاث دقائق في الاخر عامل بيهم ايه؟ ما تعملش بيهم حاجه، تعبت. فدي المقصود. مش معنى انك انت تختصر انك انت تسيب الوقت الثاني ما تستغلوش، لا استغله، طلع كمل المعلومات اللي عندك بحيث انك تبقى مثلا ناقص المال. استاذ صار الحقيقه حضرتك ابتديتي البدايه برضه اللي هي الانشائيه برضه كان يمكن نفس اللي هي المشكله بتاعت تبقي واخده مسار معين بتتكلمي في المسار ده، ولو حد بيكي عن المسار ممكن يعمل مشكله. لا هي الدنيا مش بيبقى في اخذ وعطاء ما بين حضرتك وما بين سواء في مسائل التحكيم او في القدر تحديدا، في مجال المرونة اكثر من كده، فلازم حضرتك تكوني مطمره فكره في دماغك ومسامحه للقاضي، يكون القاضي او المحكم يكون بيبحث عن رد في نقطه معينه، فبالتالي هيفرق قدامك، فلازم يكون الرد عندي جاهز. ما تبقيش انت عايزه ترسمي له خط عشان هو يمشي عليه، هو قرا القضيه وفي دماغه وقائع وهيبتدي يسالك في النقاط اللي بتثير اهتمامه، لو لاقاكي ما جبتيش عنه سيره، هو ده اللي حصل. في نقاط حاولنا نطرحها، لا معلش سيبني اكمل وبعد كده بقى سالت. لو ما بيحصلش فحضرتك محتاجه تعيين النظر في الحته دي، والحته القانونيه كانت محتاجه يعني اهتمام اقوى شويه. استاذ مصطفى الحقيقه كنت كويس النهارده ما شاء الله عليك. ردودك كانت كويسه، كانت في تسليم قانوني كويس. يمكن في بعض المرات كده بس اللي في الاسئله رحت طويل شويه، بس يعني كنت برضه بالنسبه لي كويس. اتزنقت في الوقت، الوقت كان ممكن انك تدي فيه حاجات اكتر، كلمت باستفاضه كده كان ممكن تدي فيها دفوع ثانيه اكتر. انما بشكل عام اعتقد لا، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله كان الموضوع كويس. شكرا جدا معك محمد ابراهيم. في البدايه يعني بقول لكم بس ان انتوا
عاملين موجود رئيس تدريب باين المرافعة وأدائه ومشكورين. تاني حاجة بعيدا عن التقييم قبل التقييم ممكن أطول عليكم شوية بس عشان يعني محتاجين كلام أكتر من المجموعة اللي كانت حاضرة التمرين. طبعا مبسوطين ان انتوا عندكم بانل مكونه من ثلاثه بخبرات مختلفه يعني استاذ مصطفى والنيابه واستاذ استشاره برضه في مجلس الدوله فوجهه نظرهم ممكن انا اكون مختلفه عنهم شويه لان انا بشتغل في مجال ومحامي فالاساتذه بيقعدوا على منصه فممكن وجهه نظرهم مفيده ليكم من ناحيه وانا ان شاء الله يعني اضيف لكم برضه من ناحيه اخرى. بالنسبه للتقييم هنمشي واحد واحد. ابدا بالشركه المتحكمه. بالنسبه للاستاذه ساره انت متحكمه باللغه العربيه كويس الحمد لله. طبعا الدخله زي ما الاستاذه قالوا الانشائيه وكده يعني ما بتفضلش طبعا اهم هي التحكيم او يعني تقريبا بتحسب بنسبه 0% ما بتشوفهاش. لان انت عموما في التحكيمات بتبقى تحكيمات دوليه وبين اطراف بيبقى فيهم اجانب وبيبقى فيهم مش كلهم مسلمين فمش مش طبيعي ان الواحد يستشهد بايات قرانيه حتى لو التحكيم باللغه العربيه. لكن انت اوفرول الاي كونتاكت بتاعك مع الهيئه كويس بتبص لهم ومركزه ما بتجريش من ورا لغتك العربيه متمكنه منها صوتك عالي وده من اهم الحاجات يعني اهم حاجه فعلا يعني القاضي ما يبقاش او المحاكم قاعد يعني بيتصنت ما ينفعش لازم يبقى سامعك بوضوح ده شيء برضه كويس. الاشاره وانت بتترفعي لاي مواد من القانون كنت بتشيري ليها اشاره عابره. ده ما ينفعش احنا كهيئه تحكيم قاعدين احنا اهم حاجه لينا تبقى الوقائع والقانون. فلازم الواقعه اللي انت بتتكلمي فيها هتقدمي لها مستند هتتكلمي في قانون لازم مش تشيري للماده وانا بقى اقعد ابحث وافتكر لا يعني انت عايزه تتعاملي مع القاضي ده على انه بني ادم. وهو برضه بينسى وهو برضه قاعد مش لامم الموضوع زيك انت المحامي بيبقى عايش الموضوع ليه من قضيه اكتر من فالاشاره للقانون كانت تفضل انها تبقى احسن من كده وتقولي مضمون الماده يعني حتى استاذ مصطفى واستاذ مصطفى برضه كانوا بيسالوا عن مضمون الماده بتقول ايه حتى لو مش هتقراها يعني. ده بالنسبه لساره. بالنسبه لمصطفى برضه متحكم جدا باللغه العربيه كويس وصوته جهور وقاري القضيه وعايشها والوقائع عارف عنها كل حاجه بس الاسئله انا كنت بحس ان انت بتقفل عليا في الاجابه. وده سيف ذو حدين يعني انا بشوفه يعني انت بتلف حوالين السؤال وما بتجاوبنيش قوي على اللي انا عايزه. ف يعني ده زي ما بقول لك سيف ذو حدين من ناحيه ان انت ممكن تكون الاجابه مش صالحك فانت مش عايز تقولها صراحه. تاني حاجه انت بتضللني انا اهم حاجه ان انا ابقى فاهم ان الدنيا رايحه فين وجايه منين ف التأكيد بالاجابه ده مش هيريح القاضي لو القاضي ما ارتاحش يعني مش هيبقى في اجابتك فانت حاول ترد بلباقة بس ترد يعني حسسني ان انت رديت على سؤالي مش لازم اساله كتير يعني. بالنسبه للشركه المحتكم ضدها محمد انت منظم عارف هتتكلم في ايه ده اهم حاجه. اهم حاجه في المرافعه تبقى عارف هتتكلم في ايه. مش اي سؤال بيخليك تطلع عن الموضوع ده اهم حاجه برضه. بغض النظر طبعا ان الغلطه السبليت اللي حصلت منها دي انت قلت العجلات ما فيهاش حاجه يعني كلنا بني ادمين. بس مركز على اللي انت عايزه. اسانيدك القانونيه كلها سليمه بتشير الى حاجات مظبوطه وبتقول هي دي بالظبط. طبعا بغض النظر عن زي ما قال لك الموضوع البطلان والفسخ ده طبعا زي ما انا سالتك في يعني في جاب رهيبه يعني لكن اوفر اول كويس واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بالنسبه طبعا للاستاذه ايه طبعا انا ليا تعليق منفرد يعني ماليش دعوه باي حاجه. بصي يا ايه يعني انا بكلمكم فني بيزنس يعني الناس كلها عارفه المهنه بتاعتنا دي مهنه المحاماه دي متعبه الاعصاب بطريقه مش طبيعيه. ان انت اصلا بتحلي مشاكل الناس. انت قاعده المدير بتاعك في مكتبك في بيتك بتحلي مشاكل الناس. فما تاخديش حاجه على اعصابك خالص ولا تحس ان الموضوع عاملك ستريس. ليه؟ لان انت عموما انا هكلمك بقى تحكيم يعني التحكيم غير الاصل خالص. يعني احنا اصلا الراسه اللي احنا عندنا دي ما بتبقاش موجوده في التحكيم. التحكيم بيبقوا قاعدين البانل برضه ثلاثه زي يو شيب كده والمحامين لا بيقفوا ولا اي حاجه بيكلموا بيقدموا مايك صغير زي ده
تكلمه اي مستند عايزين يشيروا ليه بيتحط قدام الشاشه الكمبيوتر طبعا بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه. والموضوع فرندلي جدا يعني مفيش بقى ساعات بتاعت استاذ المستشار والكلام اللي في المحاكم ده مش موجود في التحكيم خالص. اهدى جدا وزي ما بيقولوا كده مجموعه من المحامين قاعدين مع بعض وكل واحد بيقول نقاشه. اوفر اند ابوف بقى في الكلام ده هي جلسه واحده عشان تبقى جلسه واحده او جلستين على مستوى التحكيم. التحكيم ممكن يقعد سنتين تختاري جلسه او جلستين فقط لا غير. بقيت كل سنتين بتبتدي مذكرات وتقديم مستندات حاجات كلها شغاله بالمراسلات فقط. فانت بتبقي كمحاميه عايشه القضيه. كل اللي انت بتعمليه ان هو اليومين او الثلاثه بتوع الجلسه القضيه اللي انت شغاليها بقالها سنتين بتروحي بتقعدي تتكلمي بتقولي اللي انت بتكتبي بيه المذكرات. فما تاخديش حاجه على 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 نفسك قوي وما تتوتريش. وبالنسبه للسؤال عشان انت الموقف اللي حصل لك كان في سؤال انا سالتك السؤال انت ما جاوبتيش عليه فانا عملت ستريس ان انت ما جاوبتيش على السؤال فسالته لي تاني. فالسؤال حاجه من الاثنين يا عارفه اجابته يا مش عارفه اجابته. لو عارفه اجابته وهتجاوبيه تجاوبيه على طول. لو مش عارفه اجابته ممكن تطلبي من هيئه التحكيم ان انت السؤال ده يرد عليه في التعقيب عادي خالص مفيش حاجه عيب ولا اي حاجه. ممكن ترجعي ورقك ممكن ترجعي ممكن يكون معاكي تيم مش كل التيم بيترافع مش لازم ممكن يبقوا داخلين ثلاث محامين واحد بس هو اللي بيترافع او اثنين. ممكن ترجعي للتيم بتاعك تشوفي اجابه السؤال وتردي عليه في التعقيب. يعني زي ما مصطفى بيقول لك انت لو لوحدك في سواء بقى المحكمه او في التحكيم كده الموكل يعني سافر مع المعلومات خلاص خسر القضيه. فده اهم حاجه ويعني ما تخليش حاجه تيجي على اعصابك. لكن اوفرول كلكم بالتوفيق ان شاء الله ويعني مجهود ممتاز. شكرا. اشكرك جدا هو تاني ارجوكم تنسوا وتشوفوه في الافلام. حقيقي ان الافلام ده مش موجود على ارض الواقع. التعامل مع سواء القضاء او التحكيم مختلف يمكن اقوى فيه ولكن في الحالتين مفيش مجال المرافعات الانشائيه بتاعت عبد الفتاح وسط كام مكانك. الناس بتتكلم في المضمون بتتكلم من غير عبارات فنانه عشان ده ممكن يشوف في الايام يجيب مثلا معاه الواجب بتاعه عشان يجي يتفرج عليه ويقول له اه ادي الثمن اللي انت دفعته. الكلام ده مش سليم، الكلام ده بيضيع وقت وبيضيع تركيز. القاضي بيعرف انك انت جاي تقدم كلمتين ما همش معنى ولا شيء. ركز على المضمون، ركز على الطاعه، وركز على القانون بطبيعه الحال.